مع شاب في كلية الزراعة، شاب يدرس في كلية الزراعة أثناء زلزال مصر الأول أكتوبر 92. هذا الشاب من الصعيد، من أسيوط أو من المنيا، شاب من الصعيد يعيش هنا في القاهرة، يدرس في كلية الزراعة جامعة الأزهر، وهذا لمن أراد أن يراجع موجود بقصته باسمه في مجلة أكتوبر التي صدرت بعد زلزال أكتوبر 92. راجعوها لمن أراد أن يدخل. هذا الشاب يدرس في كلية الزراعة ويعمل بعد الكلية مبيض محارة حتى ينفق على نفسه، يعمل مبيض محارة، وبينما هو يبيض هذه العمارة من الخارج يقف على السقالة الخشبة الممتدة برا العمارة مربوطة بالأحبال، ويمسك في يده المحارة وفي يد الأخرى الأسمنت ويعمل من الخارج في الدور الثامن أو أعلى من ذلك، يقف على هذه السقالة، وشاء الله جل وعلا هو يعمل أن يأتي الزلزال، تهتز الأرض، تهتز العمارة، يهتز الناس، أول مرة نعهدها في مصر، أكثرنا ما رأى ذلك إلا بداية من أكتوبر 92، زلزال قوي في مصر، حتى ظن الناس أنه ليس بزلزال، بل العمارات تتهاوى أو البيوت تسقط. هذا الشاب على السقالة في الدور الثامن تهتز العمارة فيسقط، شاب نحيد الجسد ضعيف البدن يسقط من الدور الثامن، لكن الله لطيف بعباده. نعم، الله لطيف بعباده، وقع ولم يمت، من الدور الثامن أو الدور العاشر أو الدور الاثناشر، أنا لا أذكر بالضبط، راجع القصة وهي عندي، وقع ولم يمت. يا من تكريم يا رب، الله لطيف بعباده. طب وقع على ايه؟ اكيد على عربيه رمل. لا والله. امال وقع على ايه؟ وقع على عربيه ماشيه في الشارع عاديه. لا والله. امال وقع على ايه؟ وقع وتعلق ومسك في الحبال. لا والله، وقع على الارض، وقع على عماره مجاوره يرمى اساسها وتصعد منها أعمدة الحديد، أسياخ الحديد، وقع على هذه الأسياخ، وما مات. نعم، الله لطيف بعباده، شاب نحيد البدن يقع من الطابق الثامن من على السقالة على أساس عمارة بجوارة، طالع منها 8 أدوار واقع، ويقع على الأسياخ الحديدية. فوجئت مستشفى القصر العيني أن شابا ينقل إليها محمول على باب خشبي تدخل فيه 3 أسياخ حديدية، هو محمول على هذا الباب الخشبي، جاء ينزف، أدخلوهم مباشرة بسرعة إلى العناية المركزة، بل أدخلوهم مباشرة إلى غرفة العمليات، واجتمع أطباء الجراحة وبعض الأطباء من كل مكان، العظام والجراحة والمخ والأعصاب وغيرهم، دخلوا إلى غرفة العمليات، عشرات الأطباء يجتمعوا على هذا الميت. لا 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 لا، ما زالت فيه حياة، ما زال قلبه ينبض. معقول 3 أسياخ حديدية يقع عليها وتدخل من جسمي لتطلع من الطرف الآخر، لتخرج من الطرف الآخر، ولا زال حيا؟ نعم، دماؤه تنزف ولا زال ينبض، نعم. دخلوا غرفة العمليات ليخرجوا أسياخ الحديد، السيخ الأول أخرجوه، يدخل من ظهره ليمس العمود الفقري دون أن يصيبه، ثم يمضي ليخترق البطن، ليمشي أو ليمر ما بين الشريان الأورطة والشريان الرئوي. الشريان الأورطة الشريان الذي يمد الجسم كله بالدم،
والشريان الرئوي الذي يخرج الدم من القلب كله ليأخذ الأكسجين من الرئتين، يمر بينهما، لا يصيب العمود الفقري ولا يصيب الشريان الأورطي الأورطة ولا يصيب الشريان الرئوي. هذا السيخ الأول يخرجه الأطباء ولا إصابة إلا الجلد أو باطن البطن. السيخ الثاني يخرج ليخترق المعدة ويسير ما بين البنكرياس وما بين الكبد ويمضي في الجانب الآخر من العمود الفقري دون أن يصيبه، يخرج هذا والبنكرياس سليم والكبد سليم ويخيطه غرزة والاثنين للمعدة. السيخ الثالث يشاء الله جل وعلا أن يدخل من الساق ما بين شريان الشريان الأساسي في الساق والوريد، كأنه يقول للشريان لو سمحت شوية يمين وللوريد لو سمحت شوية شمال ويمضي بينهما ليدخل إلى الحوض ليمر من فوق المثانة وأمام المستقيم دون أن يصيب المثانة أو المستقيم ليجذبوا هذا ليخرج هذا الرجل ببعض الأكياس الدم، وما هي إلا أيام حتى يعافى ليخرج ليصرخ أمام الناس بلسان حاله وهو يقول الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. هذه رسالة إليك، وإن كانت رسالة ظاهرة، نعم هي رسالة ظاهرة لترى لطف الله جل وعلا الظاهر، لكنني أقف معك وقفة أخرى لأكون لك كم من لطف لله خفي لم تره بعينك. إي والله كم من لطف لله خفي لم تره بعينك. ربما كنت ستصاب بحادث وتموت، لكن ابنك أخرك في البيت دقيقتين على ما العربية عدت،